في شغلة غبية كنت ساويها برمضان وأنا صغير، شي هيك مثل فتوى يعني ما بعرف من جبتها. كنت فكر إنه اللعاب بفطر. إيه؟ كنت أمسك حالي ما أبلع لأذان المغرب. بسم الله. كنت خلي تمي نص مفتوح عساس يعني مشان ينشف اللعاب. كنت أقضي نص نهاري عند المغسلة. كون عم أرسم بروح ببزق. كون عم ألعب بروح ببزق. يمكن أهلي فكروا معي شي مرض خبيث. وضل عم أبزق وأبزق وأبزق طول اليوم وما كان يخلص. والمصيبة لما كنت روح أشتري أغراض كنت أمسك حالي طول الطريق وأمسك وأمسك. أحياناً بس بدي أخفى ساعتين زمان بس قوي مشان ما أبلع وأنا نايم. بس بالنهاية أخفى ولما فيه بلاقي مخدتي بهالمنظر بحس حالي عامل إنجاز إني ما بلعت. وهذا كان ملخص المعاناة مع غبائي برمضان. شاركوني تجاربكم كمان مشان ما أحس حالي الوحيد اللي كنت خفيف. شوفكم الفيديو الجاي.